يبكى أن جيشا أراد أن يدخل المدينة فوقف عند أطرافها وأرسل عيونه تستقصي عن أخبارها، فوجدوا شيخا كبيرا يحتطب الحطب يرافقه فتى صغير. قالوا له: أخبرنا عن بلدك، وكم عدد جيشكم، وكيف نستطيع أن ندخلها، وما هي منافذها؟ فقال لهم: سأخبركم كل شيء، لكن بشرط أن تقتلوا هذا الفتى قبل أن أقول لكم أي شيء، لكي لا يكون شاهدا على ما سأقوله لكم. فقالوا: لك ذلك. فأخذ أحدهم السيف وقطع عنقه، فسال الدم ليملأ الأرض ويشربه ترابها. والشيخ العجوز ينظر إلى الأرض وهي تشرب روح الفتى. فقال لهم الشيخ: أتدرون من هذا الذي جعلتكم تقتلوه؟ قالوا: أنت أعلم منا به. قال: هذا ولدي، خشيت أن تقتلوني أمامه فتنتزعون منه ما تشاءون من القول، ففضلت أن يقتل على أن ينطق بحرفا واحدا يساعدكم في غزو بلدي. تركه الجنود وهو يحتضن جثة ولده، وعادوا أدراجهم وقصوا للملك القصة. قال الملك: أعيدوا الجيش وانسحبوا من هناك. فبلدة يضحي بها الآباء بالأبناء لأجلها لن يستطيع غزوها، وإن غزوناها فلن تنتصر. اللهم انتقم من كل من خان بلده وتآمر عليها، أو خان أهله وسعى لضررهم. رباط سالفتنا في هذه القصة أنه عند احتلال العراق كيف هرول من هرول إلى المحتل الأمريكي والبريطاني في كافة مدن العراق ليتعاون معهم ويقدم لهم المعلومات عن قيادتهم وعن شعبهم وعن كل ما يتعلق بالدولة العراقية. الخيانات كثيرة من هنا وهناك. موضوع الخيانة ليس بالضرورة أن يكون قبل الاحتلال أو بعد الاحتلال. الخيانة هي خيانة في كل زمان ومكان. وأنا أستعرض حلقاتي عن هذا الموضوع، اتصل بي الأخ النقيب مسعر صالح أحد مرافقي الرئيس صدام حسين، وروى لي قصة عن بعض ضعاف النفوس الذين هرولوا إلى المحتل الأمريكي وقدموا له المعلومات. لكن من هم هؤلاء؟ الرجل تحفظ على ذكر أسماءهم لأسباب مختلفة، نمنحه الحق والعذر في عدم الكشف عنها. هذا الرجل له مواقف
شجاعة مع الرئيس صدام حسين منذ يعني في الملمات في الخطوب عندما اشتدت المنازلة أثناء الغزو والاحتلال. هو وصفوة مختارة اصطفاهم الله لكي يكونوا مع قائدهم مع شعبهم مع وطنهم. ولم يفارق الرئيس خلال وجوده في بغداد وخروجه ولجوءه إلى بيت قيس الناق. وأيضا كان له دور كبير جدا سنأتي على ذكره في حلقة خاصة عن تكليف الرئيس له بإعادة الصلة برجال المقاومة وتنظيمات الحزب في مختلف أنحاء العراق. قصة الخيانة التي حدثنا عنها، قال وردتنا معلومات من مصادرنا ومن عيوننا المنتشرة في بغداد بشكل خاص أن بعض من المرافقين ورجال الحماية ذهبوا إلى شخص اسمه رافع البيجي من منطقة البيجية في بغداد. هذا الشخص الذي كان وسيطا بينهم وبين ساطع ابن أم ساطع الذي ورد ذكره على لسان السيد أبو دلف مرافق أحمد الشلبي ومدير مكتب وزير المالية، حيث جاء على ذكر مساطع أنها سلمت الأرشيف أو دلت الأمريكان على وأحمد الشلبي على أرشيف بعض من أرشيف جهاز المخابرات وبالذات تحديدا أرشيف يعني شعبة مكافحة التجسس. فعلى الفور اتصل الأخ النقيب مسعر برئيس صدام حسين عندما كان في بيت قيس النامق، عندما حل ضيفا في بيت قيس النامق، ونقل له أن عدد من المرافقين وأفراد الحماية اتصلوا بالأمريكان وبأحمد الشلبي من خلال رافع البيجي الذي أوصلهم إلى ساطع ابن أم ساطع، وساطع هذا أوصلهم إلى الأمريكان لغرض تقديم المعلومات مقابل إعطائهم الباجات للدخول إلى المنطقة الخضراء، ما سميت بالمنطقة الخضراء في القصر الجمهوري، والدخول إلى دورهم والذهاب والإياب خلال تلك الفترة. وقد أوعد الرئيس للأخ النقيب مسعر بمتابعة هذا الأمر واتخاذ كافة التدابير الحيطة والحذر. هذا الأمر عد ما يصل إلى أقرب المقربين إلى الرئيس صدام حسين من مرافقين ورجال الحماية. أنا أيضا أتحفظ وأتكتم على ذكر أسمائهم، وأسمائهم رنانة ومعروفة للعراقيين. أنا دائما أسعى إلى أن أكشف من خلال الضيوف، أكشف الحقائق من خلال الضيوف ولا أتبنى قيل وقال. هذا الموضوع جدا مهم لكي يدون في سفر التاريخ. يعني لا يستوجب الأمر أن يخون الخائنون مقابل يعني يبيعون وطنهم وشعبهم وقائدهم بثمن بخس. هذا الذي يؤسف له، وعندما نتحدث حوله نشعر بالأسى والحزن والألم والمرارة.
إلى هنا أنهي حلقتي هذه، على أمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صدام بالروح.